عبد الباسط. النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب تواصلوا مع مسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم ومسؤول ايضا بالاتحاد الافريقي، وهم بعتوا خطاب رسمي هم طالبوا فيه بتحصين مباراه الوداد في النهائي، بيطالبوا ده من الكاف، وانه هذا التحصين ضد اي حاجه ممكن تحصل في المباراه اللي حصلت نهائي السنه اللي فاتت، نهائي الموسم الماضي. هو الاهلي مش طالب حاجه زياده يعني، او طالب ان انا مثلا بقول لك لا، انا بطالب انه تبقى مباراه كره قدم اي شيء خارج، فاحنا بنطالب انه يبقى في مراقبين زياده لهذه المباراه بتدوين كل ما يحدث اذا حدث، بانه التحكيم عداله تحكيميه تبقى موجوده في هذه المباراه. والنادي الاهلي خد الخطوه دي يعني لما سالت المسؤولين في اتحاد الكوره او في الاتحاد الافريقي قالوا ان الخطوه دي استباقيه علشان خاطر النادي الاهلي لا قدر الله اذا حصل اي شيء يبقى هو محضر من الاول ومنبه، لانه الاهلي مش هيعدي المره دي زي المره اللي فاتت اذا تكرر الامر، فيقدر يلجا للخطوات القانونيه بتاعته ويشتكي بعد هذا النهائي يعني. الاهلي عشان يبعت للاتحاد الافريقي يبعت من خلال اتحاد الكره المصري؟ هو بيبعت من لا عند دلوقتي السيستم انت بعت مش شرط من خلال اتحاد الكره، ولكن تواصل مع اتحاد الكره علشان اتحاد الكره يبقى مع النادي الاهلي، وتواصل مع مسؤولين في الكاف. وهو كل الخطاب بتاع الاهلي خطاب يعني تحصيل للمباراه ضد اي شيء خارج بس لا اكتر ولا اقل، ومع العداله التحكيميه يعني في هذه المباراه. ده كلام عظيم.